بالتأكيد هناك تحركات يعني إقليمية، تحركات من جانب مصر كإحدى الدول القائدة في المنطقة العربية في عدة اتجاهات. يعني هنجد النهاردة مثلا كان في لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الأمير تميم، ده أول لقاء يتم بين الزعيمين في بعد خلافات كلنا نعرفها تماما يعني، ففي حراك في هذا الاتجاه. مصر استقبلت وفد تركي منذ فترة، وزارة الخارجية تحديدا منذ فترة، لإجراء حوار كذلك لمناقشة كل القضايا الخلافية، وعلى رأسها كما ذكرت بالغرب يعني القضية الليبية أو النزاع في ليبيا، وهناك قضايا أخرى كذلك قضايا خلافية. إذن هناك حراك، في حراك، مصر تقود جزء من هذا الحراك فيما يتعلق بالقضايا الهامة التي تمس الأمن القومي المصري، كما ذكرنا نزاع في ليبيا، كما ذكرنا كذلك خلافات مع قطر، وهناك يعني واضح هناك يعني دفع للعلاقات وفي هناك يعني تغير في المواقف، وبالتالي كل هذه التحركات من شأنها أنها تعيد صياغة شكل العلاقات في المنطقة. يعني من وجود قطيعة مع دولة كقطر لوجود حاليا حوار وإعادة العلاقات وعودة للعلاقات إلى ما يعني عودة المياه إلى مجاريها، بالتأكيد ده هيغير من شكل التفاعلات وشكل التحالفات في المنطقة. أتصور أنه في الاتجاه، بالتأكيد في الاتجاه الإيجابي، في الاتجاه السليم مقارنة بالفترة السابقة. على ذكر ماذا سيجري مع دول أخرى، على ذكر قطر، يعني خليني أسأل حضرتك، يعني أنا كنت هخلي ده في الآخر، بس خليني أسأل حضرتك بما أنك ذكرته، يعني اللقاء اللي تم ما بين الرئيس السيسي والأمير تميم يبدو فيه أنه مصر ترفعت عن صغائر الأمور في مقابل المصلحة ومقابل أمن واستقرار المنطقة، لكن مع ثبات نفس الجملة اللي قالها الرئيس السيسي، وهي أنه طبعاً لا مانع من التعامل لكن في إطار الاحترام المتبادل والنوايا الصادقة. تحليل حضرتك لدي؟ بالتأكيد هو العلاقات ما بين الدول تسيرها بالأساس المصالح، يعني قبل أي كما ذكرت صغائر أو أي يعني قضايا أخرى، يعني كل دولة يعني في تحركها الخارجي ما يحركها بشكل أساسي هو مصالحها الأساسية، الأمن القومي، مصالح اقتصادية، مصالح سياسية، وهكذا مصالح كثيرة. وده الأساس في تحريك في تحركات الدول. الدول تلتفت لربما يعني تحركات أو أفعال غير لائقة من بعض الأطراف أو ما إلى ذلك، لكن الدول الفاعلة والدول التي لها حضور ولها ثقل دولي وإقليمي تتحرك وفقا للمصالح، مصالح دولها، يعني مصالح الدول هي الأساس، ولا تلتفت لقضايا ربما قضايا قد تبدو صغيرة أو ليست هامة من وجهة نظر المصالح الدولة الاستراتيجية. وده ما يميز الدول الكبيره يعني او الدول الفاعله في النظام الاقليمي او النظام الدولي. خليني انتقل مع حضرتك يعني برضو علشان يعني نفتح ما يخص الخطاب او الكلمات اللي قالها الرئيس السيسي بالامس، اللي كانت يعني كلها متماشيه مع ثوابت السياسه الخارجيه المصريه، احنا بنقول اللي بنعمله، يعني لا يعني ما بنعملش حاجات غير اللي بنقولها. يعني الرئيس اكد على مكانة العراق، أهمية العراق، دعم العراق في الجهود العراقية، في تقوية الدولة الوطنية. الحقيقة كل كلمات الرئيس كانت داعمة للعراق. أهمية العراق ببساطة كده نشرح للناس، أهمية العراق كموقع جغرافي، كدولة كبيرة في تحقيق المعادلة بتاعة الأمن الإقليمي. طبعا أنا ذكرت في البداية موقع العراق يعني موقع إلى حد ما حساس جغرافيا، لأنها دولة مجاورة لدولتين إقليميتين مهمتين اللي هما تركيا وإيران. يعني هي نقدر نقول إيه، البوابة الشرقية للعالم العربي أو للوطن العربي، وبالتالي موقع حساس، وهي عرضة لتدخلات من كلا الطرفين، وكانت مسرحا في الفترة الأخيرة يعني نقول إيه، أعمال إرهابية، أعمال عنف مرتبطة بتدخل هاتين الدولتين في شؤون العراق. وبالتالي الدعم المصري مفهوم في هذا الإطار، إن المصر بتدعم
العراق واستعادتها لقوتها واستعادتها لأمنها واستعادتها لدورها في المنطقة العربية. والعراق كانت دائما إحدى القوى الأساسية في المنظومة العربية، وبالتالي كلمة الرئيس السيسي تسير في هذا الاتجاه، أن مصر داعمة لاستعادة العراق لدورها، لقيامها بمواجهة التدخلات الأجنبية أو الإقليمية في شؤونها الداخلية ومن ثم في شؤون المنطقة العربية وتحديدا الدولتين اللي أنا ذكرتهم. وبالتالي كل ده في النهاية يصب في مصلحة الأمن القومي العربي، يعني في النهاية العراق دولة عربية مهمة.